إذا راكم من هذاك النوع اللي نهار ياكلوا البيتزا يصرى فيهم بحال بلا حريق بلي غومونتي غاستريك بالتنفاخ تاع الكولون، اقعدوا معايا حتى لافان. هاد لا فيديو راهي ديستيني ليكم. السلام عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله راكم كام بيان. كيما كنت نقول لكم، اذا راكم مع من هذاك الجوغ اللي صرف فيهم حاله، وانا كنت وحده منهم نهار ياكلوا بيتزا، جبت لكم واحد لاوسيت تاع بيتزا خفيفه ظريفه و بلوز امبورطون سي بنينه. الحاجه الاولى نبداو بها لاباط. في لاباط هنا نسحقوا زوج كيسان ما تياد ولا زوج كيسان حليب تياد. هاد لاوسيت اذا ما كتبنيش ربي تاع ام وليد، برك انا زدت دخلت فيها حاجه دوك تشوفوهم من بعد معايا. اونفا حاجه ماشي حاجه. نزيدو هنايا لحظه زوج مغارف تاع لحظه، غرفه ماشي معمره تاع سكر، ومغرفه ونص تاع خميره تاع الخبز بيان سور. نزيد واحد ربع كاس هكذا تاع الزيت، انا درت ابي بخير هاد الموصف نديرها. نخلطو كلش مليح، نزيدو مغرفة صغيرة هكذاك ماشي معمرة تاع الملح، ما نكتروش الملح. هاولي كان وجدت ست لي فلوكون دافوان ولا بالعربية شوفان يعني يقولو لهم. هنايا كان عندي هدا واش بقالي، سينو دابيتود نزيد بوكو بلوس، نديرو هكذاك واحد الزوج كيسان هكذايا. العجينه تاعكم يخففها تجي خفيفه وتجي بنينه في الماكله. نزيدو الفرينه حتى تولي حتى تنطم العجينه. نكملو نخلطو بيدينا، سيو خلوها خفيفه ما تكتروش الفرينه. انا هنا كترت لها كمان فرينه، جاتني شويه يابسه. نعجنوها شويه واحد 2 3 مينوت غير قسمه تنطم مليح العجينه تولي شويه ليس. تقدروا ديروها في البيتخان، مي انا قلت بيسك غير عجينه صغيره سبا بان نحطها قوجا بيتخان ونبدا ندور فيه منين داك نحب يدي هكذايا تحلالي فيها. نحطوها تخمن، نديروا شويه زيت باش ما تلصقناش. هنا نفوتو لاصوص طوماط. الاخر الطوماطيش انا كيعود عندي الوقت نحطها في الماء سخون ونقشرها، مي هنا ما كاش عندي الوقت نقسمها ديريكتومون نبدا نرابيها. شوف هنا، شوفوا هذيك فوقانيه فيها بزاف الزريعه وتحتانيه ما فيهاش، هاد الزريعه هي اللي تاني دير الحريق نحوها.
القشرة تاع الطوماطيش دير الحريق، هادو كاع نحوهم. لاصوص تجيكم هكذايا خفيفة، هما باش تعودوا على بالكم. كاينه ثلاثه حاجات يديروا الحريق في ليستوما، في لاصوص طوماط بيان سور، الزريعه اللي في الطوماطيش وقشره تاع الطوماطيش ولي زيبيس بزاف. فوالا هنا نحطها ديريكتومون فوق النار. راكم تشوفوا هذيك الخميره، الخميره هذيك العجينه اللي حطيتها قدامنا باش تخمر لي تمتم. نزيد لها شويه زيت ولا زيت زيتون كيما حبيتو، فلفل الكحل تاني تقدروا ما ديروش فلفل الكحل، انا شوفوا درت غير شويه فلفل الكحل. الملح وما تكتروش الملح باسكو من بعد تكفخو ماج راه مالح. فلفل عكري ومن غير فصيرة تاع الطوماطيش تاع الباطا. شويه شويه سكر باش ينحي القروصيه تاع الطوماطيش. وما بيدخليت لاصوص طوماط طيب روح لا غارنيتور تاع لا بيتزا. هنا عندي طون مع فلفل مع البصل تاع ربطه وفلفل حار هذاك والمعدنوس، انا نموت على المعدنوس شوف لا بيتزا يجي بزاف بنين. وهنا عندي شويه فرينه وندير لها شويه سميد، هذايا باش نحل به العجينه باش هذاك السميد يمد لها واحد قرميشه يمد لها تجي هايله. ومن بعد كي يكمل به ما نرميش، نحطو في الباطا ونحطو في الفريجيدار هذاك السميد والفرينه. هاي لي لاباط تاعي، شوفوا هذوك الحبات تاع لي فلوكون دافوا كيفاش باينين فيها. نقسمها اون دو، هذيك لا كونتيتي اللي درتها دي لي زوج سنيوات كاري، انا ما بقاش ندير فيها صغيره مدوره وتشدي الوقت، ندير قوجس زوج سنيوات كاري وخلاص. وهنا نبدا نحل في العجينه، نرفد هذيك الفرينه والسميد هذوك الميلون اللي درتهم قبل ونحلها نورمال كيما يحلوا الناس العجينه. هنا ندير شويه هذيك الفرينه والسميد الخليط هذاك في السنيوه باش ما تلصقليش، ونكمل نحلها هكذا بيديا في السنيوه نحلها مليح. فوالا دوختكم من قبيل هكذا خير، محطوطه طوطي وتشوفوا خير ملي كنت رافدها. تخافوش عبزوها مليح باسكو راهي تتنفخ في الكوشه، ما تقولوش تجي رقيقه ولا تتنفخ وتجي مليحه لاباس بها.
ونبدأ ندير لا غارنيتور، ندير هذاك الفلفل حار مقطعش الخات هكذا يا رقاق، قطعوه رقيق باش ما يحسونهمش، مامي داك لو دايس ابا تحسوه يقرص في اللسان، ما تحسوش بزاف حار. ندير هذاك الطوطو باش نزكيه، ندير له قلكم البصل هكذاك نقطعو معاه البصل كيعود هذاك الطويل هذاك اللي ماشي قاص حسين المدور ما نحبوش ما يحبوش ياكلوه. والمعدنوس انا لازم كي دير لا بيتزا ندير لها المعدنوس، مالوغوزمون هنا ما كانش عندي الزيتون، درتها بلا زيتون سي با غاف، ماشي اوبليجي لازم الزيتون في البيتزا. وهنا كي طيب كي نخرجها انا من الفوق نرابي لها فروماج شيدار ولا واش عندكم. هنا راني قلت لكم كي طابتها قبل ما ابخي ما دخلتها الفوق، باسكو الشيدار ماركيتو كي يدخل الفوق تروح كلو كامل البنه. وهنا هاوليك الريزولتا فينال، جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو، اذا عجبتكم ما تنساوش تابوني و سي كومبليتمون غراتوي. نقول لكم انا لا بروشان، اوفوار.